معانا على الهاتف الكابتن الكبير الحكم الدولي الكبير الكابتن جهاد جريشة، يقول لنا رأيه في طاقم تحكيم مواجهة منتخبنا الوطني والمنتخب المغربي اليوم. كابتن جهاد صباح الفل عليك، مشرف ومنور. صباح الخير يا استاذ كريم على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. رأيك ايه في الحكم النهارده؟ الاول نقول لك مبروك لمصر، الف مبروك النهارده، والشعب المصري كله فرحان والحمد لله قعدت على خير الحمد لله. بص السنغالي نضاي، السنغالي نضاي المفروض اسم كبير في القاره الافريقيه وفي التحكيم الافريقي، بس النهارده حتى كيروش بعد المباراه طلع وانتقد هذا الامر، وانتقد بشكل غير مباشر وقال ان الحكام لازم يسالوا زي ما المدربين واللاعبين يسالوا في مؤتمر صحفي بعد المباراه، هو كمان يسال عن قراراته ديت. فانت رايك ايه في مستواه بشكل عام؟ هو كيروش طلع بعد المباراه اتكلم بعقلانيه عشان الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا قلنا من كام يوم لما تم الاختيار ان الاختيار من الاساس مش موفق. احنا عندنا ماتش السنغال وتصفيات كاس العالم، فبرضه حتى لو البطوله في اللائحه مختلفه عن الماتش، يعني ما فيش تاثير بالنسبه للكروز وكده، بس في الاخر ده راجل سنغالي وعارف هتلاعب مصر وكده. الراجل النهارده ما فيش اخطاء تحكيميه ممكن تمسكها، لكن تقدير الاخطاء التقديريه والكروت اللي ده في الماتش او اللي اشتغل بيها ده طول الوقت ضغط على الجهاز الفني لمنتخب مصر، ضغط على لعيبه مصر، فخرجنا عن النص طول الوقت. وده مش مطلوب، انت عايز تخرج يعني تخرج من الماتش كحكم النهارده. لو شفت ماتش السنغال وغينيا الاستوائيه، الحكم الجنوب افريقي ما فيش حد حس بيه، صح؟ وده نجاح الحكم، صح؟ ان انت في تخش تدخل المباراه. طيب ممكن بس كابتن جهاد هقول لك شويه بس حاجات في رايي. اول حاجه هي مواجهه منتخب مصر والمغرب غير مواجهه ابدا طبعا السنغال وغينيا الاستوائيه، الشد والتوتر اللي بين المنتخبين في الكوره طبيعي هيبقى موجود كمان على الحكم، ده واحد. اثنين، انت حضرتك قلت لي النهارده ان هو ما كانش عنده اخطاء يعني، بس هو ووضح لي لو انا كلامي صح ولا غلط، هو ممكن ما يبقاش عنده اخطاء كبيره في ضربات جزاء او تسللات، بس كان في فاولات بتحصل داخل الملعب المباراه بتكسر الريتم وبتوتر اللاعبين بشكل كبير جدا، ممكن تبقى قرارات بسيطه وعاديه بس مؤثره جدا. وفي كمان فاولات للمنتخب المغربي كانت بتحسب احيانا، ممكن ما تبقاش، ممكن الحكم في تقديره ما تحسبش فاول، بس الفاولات بالنسبه للمنتخب المغربي المميز جدا في الكرات الثابته والكرات العرضيه والكرات المواجهه للمرمى هي بالنسبه لنا كانت ضربات جزاء، عشان كده لعيبه منتخب مصر كانت بتتوتر جدا من انه دايما بيصفر على طول. بالظبط، هو كان بيحسب للمنتخب المغربي اللي بيجي لنا احنا نفس الاخطاء وممكن اكتر عندنا وما تحسبش لينا. فبالتالي كان باين ان هو مش يعني هو يعني احساسنا احنا كمصريين بعيدا عن التحكيم بقى، ان هو الراجل كان طول الوقت لود على المنتخب المصري، متحامل طول الوقت طول الوقت طول الوقت يعني الكفه دايما مايله للمنتخب المغربي. الفاولات اللي كان على المنطقه في فاولات كتير قوي اتحسبت المنتخب المغربي النهارده، مش فاولات. ونفس الكوره يعني لينا، نفس الكوره، ما هو اللي كان بينرفز لعيبه المنتخب المصري منها شويه وما تحسبش يعني بالزبط. هو ده اللي طول الوقت حسس اللعيبه في ارض الملعب ان انا ضدك، ان انا مش معاك، وراح للجهاز الفني للمنتخب مصر مره واثنين وثلاثه، وده انذار وانذار للجهاز الفني طول الوقت. على فكره حضرتك يا كريم، حتى لو الحساسيه موجوده من منتخب مصر والمغرب، ممكن الحكم نفسه يخلي الماتش هادي، صح؟ ممكن الحكم نفسه بقراراته وبادارته للمباراه وبحزمه ما تحس بالظبط ما تحسش بالماتش، صح؟ يعني ممكن حكم ماتش سهل خالص والدنيا سهله وهو اللي بوظه، هو اللي وصل له مرحله ان يبقى في مشاكل. يعني اللي حصل النهارده الماس كونفرتيشن او الخناقه اللي حصلت والقصه اللي حصلت في الملعب ده كان الحكم سبب القصه كلها، صحيح؟ هو كان فاول عادي بس في الاخر الحكم هو اللي وتر الماتش، هو صحيح. اللي وصل الماتش للمنظر ده، صحيح؟ بس عايز اقول ان في الاخر الحمد لله ان الاخطاء ما اثرتش على نتيجه الماتش، لان في الاخر الاحق هو اللي كسب. وفي الاخر نتمنى ان شاء الله في ماتش الكاميرون يتم اختيار حكم مميز في الماتش زي ده، وفي نفس الوقت الكورونا وتحليل الكورونا ما ياثرش علينا. احنا بنتكلم فيه كان كلام مصري بقى بعيد عن التحكيم وبعيد عن القصه دي. طيب انا كمان عايز اسالك على التحكيم يا استاذ كريم في البطوله، يعني شغال ماتش وماتش، ايوه، طول الوقت ماتش كويس، ماتش عالي كويس قوي ومنشيد بيه، وماتش تاني نفس الوقت فيه مشكله. امبارح كان ماتش تونس، لا يعني طيب. الهدف اللي دخل لتونس في لمسه يد باينه جدا، لازم تلغي الهدف. وتونس لها ركله جزاء، الراجل طلع كرة برجله وبالرجل الثانيه عمل اعاقه للمهاجم، وبالتالي في ركله جزاء والحكم راح للفار، صح؟ ورجع بدون احتساب خطا، وبالتالي خطأين مؤثرين في المباراه. الحكم نضاي النهارده عمل موقف غريب جدا يا كابتن جهاد بصراحه، في المشاده اللي حصل بين لاعبي المنتخب المصري والمنتخب المغربي في المباراه، راح عشان يفض اللاعبين راح زق احداد حتى وقعه.
لا هو تدخل كان غير طبيعي. يعني انا بتدخل عندي حرص قوي لما المس لاعب، انا كحكم في الملعب عندي حرص قوي ان انا ما اوصلش ان انا اوقع لاعب على الارض، ان انا ازق لاعب، لان اللي هزقه ده هيزقني، هضطر ان انا اطلع كارت احمر للاعب، فبالتالي انا اللي عملت المشكله وكان هو سبب المشكله. يعني هو اللي كمان وتر المشكله، وتر الجو. يعني انا شايف ان هو في الماتش الاولاني عمل ماتش كويس جدا، الماتش اللي ضرب قبل الماتش دوت كان عمل ماتش من احسن الماتشات اللي اتعملت في البطوله، لكن في الماتش ده لا، التقييم بتاعه نزل تحت جدا، لان فعلا ما قدرش يدير المباراه كحكم كبير. صحيح. واسم مرشح لكاس العالم، فكان المفروض يطلع بالماتش بصوره احسن من كده. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.